الراري. السلام عليكم خوتي وحبابي، كيف راكم؟ صافا مزيانين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله. تحياتي للناس اللي كيديروا لايك، الناس اللي كيخليو كومونتير، الناس اللي كيبارطاجيو الفيديو، شكرا بزاف. بزاف الناس كيقولوا مع راسهم مثلا على القادوس مسكين الله يطلق سراحه، علاش ما بقاش كيحط فيديوز على القادوس؟ علاش ما بقاش كيبان على القادوس؟ علاش ما بقاش كيدير فيديوز كيسافر جبل جبل؟ علاش؟ اليوم غادي نشرح لكم شنو هو السبب اللي خلى على القادوس، شنو هو السبب اللي خلى على القادوس ما بقاش كيحط فيديوز. كما كتعرفوا بزاف الناس ملي كيبغيو ينتقموا من شي واحد كيكدموه فشي حاجه ماشي ديالو. كما كتعرف اخوتي على القادوس عنده جوج قنوات ديال يوتيوب. مؤخرا مشى لواحد الجبل، وهاد الجبل هذا كاين فيه واحد البير كبير بحال شركه. البير هذاك فيه الماء بزاف. كانوا ديك الناس في جهه إفران، المهم الجبل كاين في جهه ديال إفران، وكانوا هاد الناس هادو كيستغلوا هاد البير هذا، ومن بعد جاوا بدلوا لهم شي بير اخر صغير، مره كيكون فيه الماء مره لا. وديك البير الكبير استغلته واحد الشركه، وهاد الشركه هادي اللي استغلته كاينين الناس ما كيقولوا بان راه استغلها مولاي رشيد خالد محمد السادس، حنا غير كنهضروا مثلا، قال لك هو اللي استغلها. واخا هي ما كاين والو، غير شركه عندها المعارف عمرت على ديك البير باش كتستعمل ديك الماء، والناس عطاهم واحد البير صغير اللي مره كيكون فيه الماء مره لا. مشى على القادوس من ديك الجبل هذاك تما، شي واحد قدمو تما، مشى لعما سيدي بدا كيصور تما، وشي واحد شافو كيصور، جا واحد اقترح عليه قال له على القادوس ها المشكل اللي عندنا، داوه الدار كلا معاهم وشرب معاهم، ها المشكل اللي عندنا، بغيتك تهدرنا على هاد البير هذا، راه جا استغلو موراي رشيد، وحنا اللي هنايا الشعب مبقيناش كنستغلوه، صافي مبقيناش كنجيبو الماء من تما، بزاف د الحوايج والناس كيعانيو، ما عندناش الماء هنايا. نض على القادوس كما كتعرفوا بنادم ما قاريش امي وهذيك، نض دار فيديو بدا كيقول للناس بان راه مولاي رشيد جان هنا واستعمر على هاد الناس هادو، ودالهم البير ودار ودار ودار، وما عرفش العواقب ديك الشيء هذاك، بحالو بحال المي نعيمه البدويه، ما عرفش العواقب ديك الشيء الصراحه، العواقب ديك الشيء اللي قال او العواقب ديك الكلام اللي قال هو ما عرفوش، استغلوه بدا كي ماشي كيزبل ولا كي راكم كتعرفوا كيقول الحمار ما الحمار حاشاكم، وبزاف د الحوايج. هاد الدوله حاكمينا، حنا غير ضايعين ما نعرفش شنو، استغلوه. كما كتعرفوا على القادوس ماشي هو اللي كيحط فيديو في اليوتيوب، كما كتعرفوا على القادوس ماشي هو اللي كيمونتي، ماشي هو من افكار، ماشي هو من عناوين اللي كيدير العنوان. اذا خصنا اللي كان كيمونتي له وكيدير له العنوان واللي كيجيب له الافكار، هذاك هو اللي خصو يتعاقب، ماشي على القادوس. نقولوا خصو يتعاقب على القادوس، ولكن خصو يتعاقب الاولاني، هذاك اللي شبر له القناه وكيمونتي له وكيدير له العناوين، هو اللي كيسردو من بلاصه لبلاصه، هو اللي كيقول له مثلا مشي لهن مشي لهن مشي لهن، حيت النمره اللي كاينه في اليوتيوب في القناه ديالو كاينه فيها النمره الشخص اللي مقابل له المونتاج. كما كتعرفوا على القادوس ما كيعرف والو، الله يطلق سراحو، راه محكوم بعامين ديال الحبس. على القادوس الله يطلق سراحو، راه محكوم بعامين ديال الحبس، راه مجدود بعامين ديال الحبس، على هاد التهم اللي تهم مولاي رشيد بان هذاك البير هو اللي استغلو، وفيديو كيستفزو بزاف فيه، وجبد محمد السادس مولاي رشيد الحكومه الدوله شافوه تمايا هذوك المسؤولين تما، ساطو به ساطو به، عطاوه عامين ديال الحبس. علاش؟ حيت جا واحد الشخص استغلو قال له قول بان احنا ضايعين هنايا ومولاي رشيد مستغلنا. باش كتعرفوا بنادم امي بنادم ما قاريشي كيجي واحد كيستغلو كيكون قاري، وكاين بنادم ما قاريشي كيستغل حتى هو بنادم اللي ما قاريش، كيلعب له النقطه الضعف ديالو. هادشي هذا ما كنبغيوش حنا وما كنبغيوش الظلم. انا قلت لكم اللي خصو يتعاقب هو هذاك الشخص اللي قابلو القناه ديالو، حيت هو اللي مزرفو، حيت هو اللي مزرف على القادوس، حيت بزاف الناس ما عارفينش بان على القادوس راه مجدود في الحبس، بزاف الناس ما عارفينهوش، بزاف الناس كيجاب الله بان على القادوس غير ما بقاش كيبان، حيت تحكم وما هضر عليه حتى شي واحد، حتى اللي كان عنده القناه ديالو ديال علال محيد الفيديوز ديال علال وباع القناه، والله ما نعرفش شنو دار، ما بقاتش كتطلع القناه ديال علال القادوس، القناه ديالو ما بقاتش كتطلع، تبدلت لها السميه وتبدل لها الفيديوز، وزال منا فيديوز دارو بريفادور ولا شي حاجه، حيتاش الشخص ملي جبر على القادوس حصل
اوتوماتيكو حيد القناه وحيد فيديوز وخلى عنده الناس المشاركين ولا كيستغل القناه باسم اخر. واش فهمتوا كيفاش؟ هذا هو المشكل. يا خوري تضرب بعامين ديال الحبس ما دار والو، ماشي ما دار والو، امي حيت هو كيهضر، ولكن اللي قاري واعي هو اللي كيشد الفيديو كيمونطيه. هو هذاك السيد اللي كيشد له الفيديوز هذاك هو اللي قاري، كيقول لك انا قاري وانا واعي. نورمالمون كخص هذاك خصو يتعاقب، هذاك الشخص هذاك يتعاقب، الشخص معروف حيت الادسنس ولا بغيتوا يعرفوا الشخص شكون هو، حيت ديك القناه الادسنس ديالها فيها اسم ديك الشخص اللي مقابل القناه ديال علال. كما كتعرفوا علال القادوس هو ما كيفهمش في المواقف في اليوتيوب بزاف، كاين اللي كيمونتي له فيديو، كاين اللي كيدير له العناوين، هذاك حتى هو خصو يتعاقب. نورمالمون علال القادوس عامين راه ظلموه في عامين اخوتي، واخا نورمالمون ما خصوش يهضر في هذا الشيء، هذا ما خصوش يجبد بحال محمد السادس موري رشيد، ما عندهم علاش يجبدوهم. علاش؟ هذوك الناس هذوك بعادين على هذاك الشيء اللي واقع تما، ما عندهم حتى علاقه، حيت بزاف ديال اي بويبلو في المغرب او اي جبل كيتوقع في شي حاجه كيستغلوا شي ارض كيقول لك حقا له موري رشيد، حقا له محمد السادس، حقا له شي مسؤول كبير. لا، كيكونوا الشركات عندهم النفوذ، والشركات ما كيجبروش اللي يوقف في طريقهم، والشركات ما كيجبروش اللي يوقف لهم في طريقهم باش يوقفهم على حدهم، وكيمشيو بزاف ديال الناس ضحايا بسببهم، بزاف ديال الناس كيمشيو ضحايا بسبب هاد الناس اللي كيديروا هاد الاشاعات. بحال اخر دغيا ديكلارا، دغيا جابوا السيد، دغيا دار فيديو، دغيا دوخوه، هدار ترمى فيديو في اليوتيوب، ما كملش 24 ساعه هزو على القادس، ما كملتش 24 ساعه، ما كملتش حتى فيديو تحذف، الفيديو تحذف ماشي من اليوتيوب من الناس، تحذف من اليوتيوب اوتوماتيك. باش تعرفوا، حيت باش تعرفوا واحد الحاجه، كيكونوا واحد الصفحات كبارين ديال مثلا اي دوله عندها واحد الصفحه ديالها كتحكم في السوشيال ميديا ديالها، مثلا هنا في اسبانيا ولا تحط شي فيديو عنده علاقه بالسياسه شي حاجه اوتوماتيك، هذوك السياسيين غير كتكون واحد الصفحه كبيره غير كيديكلاريو به اوتوماتيك كيمسحوه، اوتوماتيك تقدر حتى ديك الصفحه تمسح كامله، ولكن هما مسحوا له غير فيديو، ومور ديك الفيديو هذاك وقفوا له كل شيء، وقفوا له كل شيء، ما بقى عنده لا اشارات لا والو. ولكن هذاك مول القناه اللي مقابل القناه ديال علال القادوس يقدر يرجع كل شيء، وراه رجع وبدل الاسم. دابا كاينه واحد القناه اخرى كتطلع قديمه ديالو، ولا قناه اللي كان كيخدم فيها مؤخرا كانت كتدخل 3000 4000 يورو في الشهر. علاش كان كيحط 3 4 فيديوز في يومين، جوج فيديوز في نهار 3 مره واحد، كيدير اللايف، اللايف راه أمد الناس كتكون معاه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. الله يطلق الصراحه الاخ ديالنا على القادوس، راه عطاوه عامين ديال الحبس، وصراحه بقى فيا الحال بزاف. انسان امي ما كيعرفش صراحه، ما نكذبش عليكم، انسان واحد انسان امي ما نكذبش عليك، ما يستاهلش نعطيوه عامين ديال الحبس. وشكرا بزاف اخوتي، والله يطلق الصراحه الاخ ديالنا على القادوس، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا. يلا اخوتي تهلاو في راسكم، السلام عليكم، الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.